مرحبا مواليد برج الدلو، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 6 للأحد 12 ديسمبر؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا الأسبوع أنا بعتبره أسبوع جيد جدا لكم، في دعم كتير مهم لكم من برج القوس، الإيجابيات كتيرة وعديدة. الشمس الموجودة برج القوس هو موقع داعم، بيحمل دعم على مختلف الأصعدة، على مختلف الأصعدة، بينما القمر، مواقع القمر هي اللي بتقرر أي أيام هي الأفضل يلي لازم تستفيدوا منها، ساعتها بيكون نجاحكم باهر. وفي عندكم يومين رح يكونوا من أجمل ما يكون، الاثنين 6 ديسمبر، الثلاثة 7 ديسمبر، فقط حتى الساعة 2 بعد الظهر توقيت بيروت الشتوي، القمر ببرج الجدي، وهي هي أضعف فترة عندكم في هذا الأسبوع، أضعف فترة عندكم في هذا الأسبوع، فترة ضعيفة فيها تأخير، فيها مغالطات، فيها التباسات، فيها يمكن تغييرات مش على ذوقكم، في احتمال أنه يكون في نوع من بلبلة، يمكن يكون في خطأ في شيء كتير مهم وغالي، بكلفكم غالي إذا ما انتبهتوا، فكونوا حذارين. التلاتة 2 بعد الظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج الدلو، القمر بيكون ببرج الدلو الهوائي. وجود القمر في برج الدلو الهوائي هو وجود رائع جدا، لأنه بيعطيكم الضوء الأخضر لحتى تقرروا، لحتى تشوفوا شو بدكم تعملوا، لحتى تتغير عندكم الأمور، ولحتى فعلا تشوفوا شو القرار بدكم تاخدوه. التلاتة 2 بعد الظهر توقيت بيروت، كل الأربعة والخميس حتى الساعة 5 بعد الظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج الدلو ببرجكم، القرار لكم، انتو بتقرروا. أجمل فترة في هذا الأسبوع وانطلاقة رائعة فيكم تقولوا للأسبوع من هلأ، من الأيام الحلوة جدا، من الأيام الأفضل الأقوى، ومن الأيام يلي بتخلي مواليد برج الدلو يكونوا واثقين من حالهم بشكل كتير كبير وشكل هائل جدا. ما في حدا أقوى منكم، ما في حدا أقوى منكم، ما في حدا بيقدر يقرر على شيء مناسب لألكم غيركم أنتو، أنتو الأقوى. وين بيطلع فيه مخالف لألكم أو معاكسة لألكم، أنتو بتنجحوا، أنتو بتقوع عليها، وفيكم تتوقعوا خلال الأجوبة اللي أنتو بتريدوها. بيرجع الخميس 5 المساء توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج الحوت، كل الجمعة 10 ديسمبر، السبت 11 ديسمبر، القمر ببرج الحوت حتى منتصف الليل. هيدي فترة أنا بعتبرها جيدة ومهمة، فيها نجاح، فيها تقدم، وفيها أمور مالية حلوة، فيها أجوبة لألكن، فيها نتائج لألكن ممتازة ممتازة، أنا بلاقيها ممتازة، إلا يلي وقعين تحت تأثيرات كوكب زحل، في احتمال يكون في تقلبات، فهيدي نقطة بدنا نبقى نعالجها بوقتها. السبت 12 منتصف الليل توقيت بيروت الشتوي، بيروح القمر لبرج الحوت، عفوا لبرج الحمل، بيبقى كل الأحد، فترة قوية، فترة ناشطة، فترة سريعة، فترة فيها تغيير، فترة فيها إيجابيات، وفيها حركة، وفيها طلي حلوة لألكن، وبعتبرها من الفترات الممتازة. مثل ما شايفين هو أسبوع جميل جدا، يمكن باستثناء تنين وجزء من الثلاثة يلي فيه هدوء وركود. كوكب زحل بيقول انتبهوا، مواليد 29 30 31 كانون 2 يناير، المشتري بيقول فترة ممتازة لمواليد 15 16 17 شباط فبراير. بتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية الأسبوعية والشهرية. باي باي.